السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أحمد فتوح وده معمل الكيمياء. عشان ما فيش وقت إن احنا نقول مقدمات نظرية كتير جدا، ولأن كلنا عارفين مخاطر الفيروس وبيتكون من إيه وبينتقل إزاي. المهم دلوقتي إن احنا نصنع حاجة نقدر نحمي بيها أنفسنا من خطر الفيروس ده. عشان كده في الفيديو ده احنا هنتعلم إزاي نعمل سوليوشن أو سبراي من الإيثانول تركيز 96% نقدر إن احنا نستخدمه لإقامة الفيروس ده. المكونات والنسب من منظمة الصحة العالمية. كل اللي احنا عملناه اللي احنا عرفناك ازاي تعرف تعمل المحلول ده بالنسب المحدده ويطلع في النهايه افكتيف قصاد كوفيد 19. التركيبه بتتكون من الايثانول تركيز 96%، وانا عارف ان هو من الصعب دلوقتي الحصول عليه، ولكن عشان تبقى عارف في السوق كتير جدا كحولات مغشوشه، مش بس الديلوت بتاعها كتير او هي مخففه كتير جدا، ولكن بداوا يستخدموا انواع تانية مخالفه لكحول الايثانول زي كحول الميثانول اللي هو كارسينوجينيك مسرطن. خلي بالك وانت بتشتري اي كحول، لو ما كنتش تعرضت قبل كده لشراء الكحول، او انت اساسا مش تاجر في الكحول، او انت مش فاهم يعني ايه كحول، اشتريه من مكان موثوق منه مع السيرتيفيكيت بتاعته. في دلوقتي معامل كتير تقدر تعرف منها تركيز او الكونسنتريشن بتاع الكحول بتاعك، وهل هو ايثانول بيور ولا مخلوط معاه حاجه تانيه. المركب الثاني اللي معانا هو الهيدروجين بيروكسيد او ميه الاكسجين اللي موجوده في كل الصيدليات، ولكن احنا هنجيب تركيز 10% وهنتعلم في الفيديو العملي ازاي نستخدمه. المركب الثالث هو الجليسرين علشان يعمل معانا كمرطب على البشره. الاكتف معانا طبعا هنا هو كحول الايثانول. ميه الاكسجين هي فقط عشان لو في عندي اي كونتامينيشن موجوده في السوليوشن كله تقدر تشتغل عليه، ولكن هي مش اكتف نهائيا قصاد كوفيد 19 في السوليوشن ده. الجليسرين مرطب. تعالوا نخش على العملي على طول ونشوف ازاي هنحضر السوليوشن بتاعنا. بالعلم حياتك اسهل. قناة معمل الكيميائي على يوتيوب، الكيمياء ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ على طول في الشغل العملي. زي ما شرحنا في الجزء الأولاني النظري من الفيديو التعليمي لكيفية صناعة كحول مطهر مطابق لمواصفات منظمة الصحة العالمية، هنستخدم معانا كحول الإيثانول تركيز 96% و الجليسرين الطبي العادي ده تركيزه بيكون 98% ل 99%، وميه الاكسجين العاديه اللي موجوده في الصيدليه وتكون بتركيز 10%، بس هنحضر منها تركيز 3%. وزي ما احنا شايفين الادوات بتاعتنا كلها عاديه خالص، اكياس ميه زي بتاعه الدواء وسرنجات تكون مثلا 20 مللي ايا كان. احنا هنشتغل على الحجم مش الوزن، يعني احنا مفيش ميزان هنشتغل عليه، احنا كل شغلنا هيكون على الحجم. اولا عشان ابدا اشتغل هاخد ميه الاكسجين وابدا اجهز منها محلول يكون تركيزه 3%. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ اولا افتح السرنج كده، هسحب من المحلول بتاعنا ده 5 مللي من ميه الاكسجين لحد 5، وبعد كده هتكمل الحجم بتاعك لحد 16.5 بالماء المقطر. ده مية زي بتاعة الدواء لحد 16.5، وبقى كده ده مية الأكسجين بتاعتي محلول التعقيم اللي تركيزها 3%. طيب تعالوا بقى نخش على تحضير المحلول بتاعنا. ادي البيكر بتاعنا، هفتح سرنجة جديدة، هسحب من الإيثانول اللي تركيزه 96% 83.3 ملي، يعني هسحب لحد العشرين 4 مرات. احنا هنا بنشتغل على الحجم وليس الوزن، فعشان كده بنعاير بحاجة ستاندر، ومفيش افضل من سرنجة متوفرة في اي صيدلية، ان شاء الله سعرها ما يعلاش بعد الفيديو ده. طبعا الإيثانول هو الاكتف انجريدينت عندي هنا لمقاومة الفيروس، جليسرين مرطب ومية الاكسجين فقط عشان لو في اي بكتيريا موجودة او اي كونتامينيشن موجود بيقتله. طيب ده كده رابع واحدة، وهاخد بعد كده 3.3 ملي. طبعا يعني 3 دي تكون صعبة شوية، فهناخد لحد 3 سنة، وكده انا حطيت 83.8 من الايثانول. تمام، بعد كده هاخد الجليسرين هاخد من الجليسرين 1
و45 من 100 ملي، يعني 1.5 تقريبا من الجليسرين. كمرطب لقوا كويس جدا كده لحد ما الجليسرين كله يدوب في قلب الإيثانول، ويبقى فاضل معايا ماء الأكسجين اللي احنا حضرناه بتركيز 3%، هضيف منه 4.17 ملي، 4.17، ادي 1 2 3 4 لحد هنا كده. طبعا هو مية الاكسجين هنا مش اكتف، يعني مش هي اللي بتقاوم الفيروس، ولكن هي عشان لو في اي كونتامينيشن موجود في قلب المحلول تقدر ان هي تقضي عليه وتحافظ على المحلول بتاعي اطول فترة ممكنة. وبكده كون انا حضرت سبراي مطابق لهيئة المواصفات، هيئة منظمة الصحة العالمية، واقدر استخدمه لمقاومة الفيروس. هفضيه في عبوة بخاخة زي دي كده بدون إضافة لون أو رائحة. واستخدمه. وبكده يكون عندي معقم للإيدين مطابق لمنظمة الصحة العالمية. مقدم ليكم من معمل الكيميائي، أنا أحمد فتوح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.